السلام عليكم ورحمة الله. تلميذات وتلاميذ المستوى الرابع ابتدائي، إذا نحن اليوم مع حصة الجغرافيا أو مادة الجغرافيا. جهتنا أتعرفها، أصفها، ثم أرسمها. إذا الجهة هي مقطع ترابي من البلاد، وبالتالي سوف نتعرف على الجهة ومع وصفها كيف هي ومحاولة رسم هذه الجهة التي نقطن بها. إذا بالنسبة للهدف من دراسة هذا الموضوع، أتعرف جهتي، إذا لاحظوا أتعرف جهتي، أرسم حدودها، إذا الحدود التي تكون لهذه الجهة أي جهة كانت، وأصف مشاهد فيها، إذا كيف هي المشاهد في هذه الجهة، وأستنتج دورها في التنمية. إذا كتمهيد لهذه التعلمات، تمثل جهتي محيطي على نطاق أوسع. إذا الجهة فهي المحيط الذي يحيط بي على نطاق كبير وواسع. أستعين بجهة الشرق كمثال لأتعرف ما يأتي. إذا هنا هذه باللون الوردي هنا كما نلاحظ، أو اللون بنفسجي. إذا فلدينا هنا جهة الشرق، وهي التي تشمل مدينة وجدة والمدن الأخرى المجاورة لها. أحدد موقع جهتي على خريطة المغرب وأرسم حدودها. إذا طبعا نحن في جهة الرباط سلا القنيطرة، وهي تقع في هذا المكان بالضبط. إذا تسمى جهة الرباط سلا القنيطرة، سنتعرف عليها لاحقا. كذلك أصف مشهدا جغرافيا من جهتي، وأستنتج دور الجهة في التنمية. إذا كل ذلك سنتعرف عليه من خلال هذا الدرس. إذا بالنسبة للنشاط الأول، أتعرف جهتي وأرسم حدودها. إذا هذه هي الجهات الموجودة بالمغرب، وعددها 12 جهة. إذا يمكن لكم أن تتعرفوا على هذه الجهات من خلال هذا الجدول الموجود هنا، طبعا جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى أن أصل إلى جهة الدخلة واد الذهب. إذا هذه مختلف الجهات الموجودة بالمغرب وعددها 12 جهة. أرصد الجهات التي تحدها من الغرب ومن من باقي الأماكن. إذا نحن كما قلنا الآن في جهات، لاحظوا هذه هي الجهة التي نوجد بها، وهي جهة الرباط سلا القنيطرة. إذا كما نلاحظ من الغرب يحدها أو حدودها من الغرب هي المحيط الأطلسي، ثم من الشرق توجد جهة فاس مكناس، من الشمال تحدها جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومن الجنوب فإنها تحدها كل من جهة بني ملال خنيبرة وجهة الدار البيضاء سطات. إذا فهذه الجهة التي ننتمي إليها. ثم أذكر البلد الذي يحدها من الشرق والجنوب، وأتعرف وما يحدها شمالا. إذا هنا سنتحدث عن المغرب بكامله، أي بحدوده الشمالية والجنوبية الغربية والشرقية. ثم أنقل الرسم 2 وأمثله على حدود جهة الشرق. إذا نحن هنا في الكتاب لدينا كنموذج جهة الشرق، وهي جهة وجدة والنادور الموجودة هنا، وهي توجد بشرق المغرب وتحدها من الشرق الجزائر. إن جهة الشرق والتي اعتمدناها كمثال تبلغ من حيث المساحة 49,266 كيلومتر مربع، ويقدر عدد سكانها بحوالي 2.5 مليون نسمة. إذا انطلاقا مما سبق، أحدد جهتي الحقيقية أو جهة الأخرى، وأرصد الجهات التي تحدها. إذا كما فعلنا الآن بجهة الرباط سلا القنيطرة، وأضع رسما لها سوف نلاحظه فيما يلي، وأبحث عن معطيات حولها. إذا المعطيات حول هذه الجهة، ذلك ما سنراه الآن. إذا بالنسبة نبقى دائما في جهة الشرق،
إذن هذا المشهد فهو يمثل لنا مجموعة من الموارد الطبيعية والصناعية التي تنشط في هذه الجهة. إذن من بين هذه الأنشطة نجد بأن جهة الشرق تشتهر بالبرتقال، كما تشتهر بسد محمد الخامس الموجود في هذه الجهة. ثم عندنا مطار وجدة أنقاد الذي هو ينشط في مجال المواصلات أو وسائل المواصلات، طائرات إلى غير ذلك. مدى أهمية الإنتاج، إذن أستخلص مدى أهمية الإنتاج الانتظامي، وهل يوجه الاستهلاك المحلي. إذن هذا المنتوج الموجود كما نراه هنا فهو يوجه للاستهلاك المحلي أولا، ثم بعد ذلك يوجه إلى استهلاك لجهات أخرى من البلد، أو ربما يوجه إلى التصدير إلى الخارج. إذن بالنسبة للمشهد اثنين، هذا بالنسبة للمشهد الأول. المشهد الثاني، فدور سد محمد الخامس في توفير الماء للاستغلال المنزلي وللسقي. طبعا دور هذا السد فهو مهم جدا، فهو الذي يوفر الماء سواء للسكان أو كذلك للفلاحين من أجل المجال الفلاحي والزراعي، وكذلك يوجه لمختلف الصناعات الموجودة في هذه الجهة. دور مطار وجدة أنقاد بدعم النشاط الاقتصادي وتنشيط الرواج السياحي. طبعا في كل جهة في بلدنا فهناك مطار أو مطارين. إذن فهنا يوجد مطار وجدة أنقاد، وهو الذي يمثل تلك القنطرة التي يمكن أن نصل بها إلى العالم الخارجي أو إلى دول أخرى، وكذا استقبال السواح من دول أخرى. أبين تأثير توفر تجهيزات عمومية أخرى كمحطة القطار. طبعا مدينة وجدة تتوفر على محطة قطار والطريق السيار كذلك، فهو يصل إلى مدينة وجدة وغيرها من النشاط الاقتصادي. طبعا هناك الكثير من الأشياء الموجودة في هذه المدينة الموجودة في شرق المملكة. ننتقل الآن إلى المشاهد الأخرى. إذن دائما في جهة الشرق فهنا نجد مدينة السعيدية، وهي من أجمل لديها أجمل الشواطئ في المغرب. طبعا مدينة السعيدية بها شواطئ جميلة جدا، وبالتالي ينشط فيها السواح من كل بقاع العالم. هنا لدينا دائما مدينة السعيدية، هذا هو الشاطئ، إحدى شواطئها الجميلة الموجودة بهذه المدينة. ثم هنا فنجد على أن هذه عاصمة الثقافة العربية 2018. إذن فمدينة وجدة تزخر بمكتبات كذلك بخزائن الكتب القديمة التي جعلت منها سنة 2018 عاصمة للثقافة العربية. إذن مدينة السعيدية وهي ما نشاهدها هنا من مدن جهة الشرق أرصد عاملا طبيعيا يدعم النشاط السياحي بها، طبعا هو البحر. عندما نقول البحر فغالبا ما أن الناس يذهبون إلى البحر للاصطياد في عطلهم السنوية، وبالتالي فهذا هو العامل الطبيعي الذي يدعم النشاط السياحي بهذه المدينة. ثم هناك تجهيزات أخرى تخدم السياحة بالجهة، مثل سد محمد الخامس، مثل كذلك المطار، كذلك محطة القطار. ثم جمالية هذه الجهة من حيث الطبيعة ومن حيث كذلك التضاريس الموجودة بها دائما. إذن هذا هو الشيء الذي جاء من أجله نموذج مدينة وجهة وجدة وهي جهة الشرق. بالنسبة للنشاط الثالث، إذن دائما لدينا تلعب جهتي دورا أساسيا في النهوض بتنميتها، وتساهم بذلك في تنمية بلادنا. ألاحظ خطاطة مؤهلات التنمية بجهة الشرق. إذن هذه هي جهة الشرق، لديها مؤهلات بشرية، أي الناس الذين يقطنون بهذه الجهة. ثم مؤهلات طبيعية مثل الأراضي الفلاحية، ساحل البحر، مياه الأمطار، الأنهار إلى غير ذلك، كلها مؤهلات طبيعية. ثم لدينا تجهيزات عمومية الموجودة في الجهة مثل الطرق،
الميناء، المطار والسدود، إذن كلها تجهيزات أساسية تساهم في تنمية هذه الجهة. ثم عندنا المنتجات المتنوعة، فالجهة فهي تنشط كثيرا في المجال الفلاحي والصناعي والسياحي كذلك. إذن هذا كل ما يتعلق بجهة الشرق. ثم ننتقل الآن إلى تقويم التعلمات ودعمها. طبعا لدينا هنا جدول أذكر اسم الجهة، استعين بخريطة النشاط واحد لأرسم حدودها. إذا هذا النشاط يمكن أن تقوموا به في المنزل بطبيعة الحال برسم هذا الجدول، وكذلك وضع هذه المعطيات حول الجدول. إذا كملخص لما قلناه عن الجهة وما قلناه خلال الدرس، إذا لمعرفة الجهة يتم تحديد موقعها ورسم حدودها ووصف مشاهد جغرافية فيها وإبراز دور الأنشطة التي تظهرها هذه المشاهد في تنمية الجهة. طبعا هنا لدينا كما تحدثت من خلال الدرس، إذا أخذنا كنموذج جهة الشرق، إذا هذه جهة الرباط سلا القنيطرة التي ننتمي إليها، وهذه كما نلاحظ حدودها من الغرب ومن الشمال الجنوب ثم الشرق. إذا هذه جهتي التي أنتمي إليها. إذا المطلوب منكم أن تكتبوا الملخص ومحاولة رسم هذه الجهة التي ننتمي إليها مع وضع حدودها بهذا الشكل. إذا إلى هنا ينتهي درس اليوم من دروس الاجتماعيات مكون الجغرافيا. إذا إلى درس آخر إن شاء الله، دمتم في رعاية الله، وشكرا على حسن انتباهكم، وإلى اللقاء.